إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة. اليوم الإعلام المغربي يفقد أحد أكبر أبرز أسماء اللي بصمات طيلة 6 عقود على تجربة إعلامية مهنية مقرونة بالاستثناء والتفرد والتميز. خالد مشبال اللي ربما في جيناته حضور التحدي والمكابرة والعناد، هو الذي سارع الأقدام حتى قاهرة جمال عبد الناصر سنة 1952 كي يتشرب من هناك ومن معين الليل ومن روز اليوسف ومن مجلة آخر ساعة وغيرها من كبريات الجرائد. استطاع هذا الرجل أن يؤسس لمدرسة إعلامية مغربية حق عنوانها البارز الجرأة والجسارة والإفصاح بصوت علني عن مكمن الداء، سواء كان ذلك بصوته المسموع على أثير الإذاعة أو على مستوى الشاشة الصغرى في بداية تأسيسها وإبان مرحلة عنفوانها مع الراحل المهدي المنجرة. وجها لوجه كان بمثابة الموعد الاستثنائي للأسر المغربية لتطارح أهم قضايا الوطن بكل جرأة. خالد مشبال خسارة بحجم الوطن. حين صعب جدا وسيترك فراغا مهولا في الساحة الإعلامية نظرا للبصمات الكبيرة التي خلفها منذ تأسيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية وأيضا على المستوى الإداري بحيث كان سباقا لتأسيس العمل الإداري الجاد بكل قواعده بكل مهنيته وبكل حرفيته أيضا على مستوى التلفزة وأيضا فيما بعد لما كان يعني موجودا في كل الدوائر الإعلامية في كل المحطات الإعلامية بحيث لا يمكن أن نتحدث عن الإعلام في المغرب دون الحديث عن خالد مشبال. صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى منة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما عنده اللهم ثبت عند مسألة منطقه ولا تبتليه في قوله بما لا طاقة له به اللهم إن صاحبنا قد نزل بك وخلف الدنيا وراء وتابع على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن صاحبنا